النبي صلى الله عليه وسلم لما جاه رجل ودخل عليه فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أربنا قريب فيدعى الله أو بعيد فيدعى أم قريب فيناجى الله؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم سكت. ولو تلاحظ ويلاحظ المستمع في كل سؤال يسأل النبي هو الذي يجيب. يسألونك عن الأنفال قل. يسألونك عن الأهلة قل. يسألونك عن المحيض قل. لكن هنا لما سئل عن هذا السؤال لم يجب النبي عليه الصلاة والسلام. الله أكبر. ولم يأتي قل أصلا يا محمد. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. أسألك بالله يا شيخ في أقرب من هذه الإجابة؟ أجيب دعوة الداعي. من جمال أيضا هذه الإجابة أن لم يقل أجيب دعوة المصلي، ولا أجيب دعوة من كان في الحرم، ولا أجيب دعوة من كانت جالسة على سجادتي. أجيب دعوة الداعي، أي داعي. الله، يا للجمال. جمال إذا دعا